البوكسيات صار لهم كذا يوم محفورين ومحشيين، بجوز اللحمه تخم بالمحشيه. هنا يا حبيبي ما راح تخم، هلا فوت انا لجوا وبعلي عيار البراد. مها خمس دقايق بكون عندك. يوم سالة. كيف الصحة أستاذ جميل؟ أهلا وسهلا، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. طيب كيف الشغل؟ كيف الأولاد؟ ماشي الحال ماشي الحال ماشي الحال، منيح يعني. بالضبط على الحالة بجوز تشتي. ناديلا طولت. هنا شو صار معك؟ قومي ادي برا، رفيقتك داخلها. يلا خلصت. ليه جاي اصلا لهون انت؟ ما تروح تقعد معها لحالنا؟ ايه لحالكم. ليش شو رح تساوي مخلوقة؟ رح تاكلك؟ وشو بدنا نساوي؟ شو بتكون تساوي؟ احكي معها شي شغله، افتح معها حديث. لك صار لي ساعه عم دق لها برجلي، ما ضلت معزوفه ما دقيتها. شو لعبة دق طاوله يعني؟ دق برجلي؟ روح افتح معها شي حديث. عن شو؟ عن شو؟ عن حي الله. الا كيفك؟ شو اخبارك؟ كيف جوزك؟ جاملها لخلص. جاملها وبلكي انزعجت. ما بتنزعج، معها كثير سبور، انا بعرفها. بعدين لازم تروح لعندها لمحل وتضل لحالها. يلا جميل. ما بدي روح. روحي انت كملي مكياجك بالصالون وانا بدي اقعد هون. يا جميل يا حبيبي، امتى رح تبطلي عاده الخجل من النسوان؟ لازم تحكي معهم وتجاملهم، بعدين بيقولوا عنك يا معقد يا دقه قديمه. ما حلوه هي الشغله. بعدين كلمتين حلوين ما بيعملوا شيء، بالعكس بيعملوا جو حلو كثير. لك انت عم تطلبي مني اني غزل النسوان بدل ما تبعديني عنهم؟ لك شو جنسك انت؟ ما بتخالي النوب؟ جميل مو وقت الحكي، روح لعند المخلوق، انا ماني فاضيه لك. هنا لا تأخري. خلص جميل ما راح اتاخر، روح لعندها بقى، بس لخلص لبسي على القليله. كباشك نافش طرف عيني. ها سلامة عينك. ادعي لي. موفق. شو بعينك؟ خير في شي؟ طرفت كباش نافش. سلامتك. طعمي السمكات. أنا جاهزة. يلا تفضلي. جميل شو رأيك توصلنا بالسيارة؟ ما بقدر، عيني مطروفة وبدي طعمي السمكات ودرس الأولاد. طيب ماشي حبيبي، أبقى دير بالك على الأولاد أحسن ما يتوشوا عليك، وإذا تأخرت عشيهم. باي.
حمى فضيتي تروحي قتل. ايه لك ايه راح تعلو للجرس. ايه مرحبا خالتي ام محمود. اهلين سيابا. الحمد لله. بعتتني امي على السوق لاشتري لها لبن ونعنع يابس، بس ما لقيت نعنع يابس، قلت دق عليك اخذ من عندك شوي. نعنع لا تفوتي، خليكي هون سعي اجريكي اذا بدك تفوتي. نعنع خديسي يا ماما. هاي شوية نعناع فرك لك ياهم كمان، حاجك بكفو. كتر خيرك خالتي ام محمود. خيرك حبيبتي، سلمي لي على امي. الله يسلمك. روحي. لك تطلعي على قبري انتي الهي، والله بيطعم الحظ لناس وناس. شوفي بابا هيك مزبوط؟ مو لازم اشوف الاول. هي مزبوطة. برافو عليك طارق، حلوانك. رح اخذك بكره مشوار معي بالسيارة. في شي تاني؟ لا بابا خلص. لك كم مرة فهمتك لا تتوب خلقتي؟ وانت ولا أرجيلة شو صار معك؟ عم اكتب. مطول؟ بدك يعني خلص سرعة مشان تتركنا وتروح ما؟ ولك انا مالي متلحليح. هات لشوف شو مساوي. شو ها؟ انو؟ لك هي 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 شو هي؟ 8 زائد 5، شو مالك شايفة؟ لك شايفة بس شو طالع معك الجواب؟ 8. لك شلون 8 زائد 5 يساوي 8؟ لك ايه والله، فكرت الخمسة بالعربي، صفر بالانجليزي. عم تخربط بين اللغتين يا عبقري، دنجير. أو 8 زائد 5 عدوا ولا شو؟ هي 8. ايه؟ وين الخمسة؟ هي 5. قد ايه بصيروا؟ 13. وليه مالك كاتبها 13؟ شو بعينك لك ابي محمرة؟ منك! مرحبا ابو طارق. اهلين جارتنا ام محمود. اهلين جارنا. اهلين، لا تواخذيني ما بقدر اقول لك تفضلي لانه هلا مو هون، اهلا وسهلا فيكي. اهلين طارق. انا ما بدي اتفضل ولا بدي هنا ابو طارق، بدي اياك انت. بدك يعني انا؟ ايه انت. شو بدك مني؟ بدياك تروح لشقتي. محمود شو عم تقولي انت؟ لك شو قلت غلط انا جارنا ابو طارق؟ الله سبحانه وتعالى وصى بسابع جار، والناس لبعضها، وكيف نحن؟ الباب على الباب. هو صحيح الله سبحانه وتعالى وصى بسابع جار، بس يعني هي ما حبيت انا. طارق يعني ما راح تجي على شقتي. خلاص بس تجي هنا بنسهر عندك ان شاء الله. بدياك هلا. هلا ما بقدر، عم درس الاولاد لانه ما باخرك بالكتير ربع ساعة. كتير ربع ساعة؟ أنت وهمتك، بتخلص بسرعة بترجع بسرعة. جارتنا أرجوكي بلا هالحكي. ها طارق. طيب يا جارنا ساعدني أرجوك، لأنه بجوز شوية الرخ الرهب بشعل النار أنا. يا عيبي شو مالي هذا الحكي؟ ما بتستحي على شيء بتاع ابن قدي يا عبي. شو اي جارنا شو قلي؟ بدك تجي معي ولا لا؟ تكرمي بس تجي هنا بجي انا وياها طارق. بدك حاطه الغسيل على النار، ما بقدر استنى. الغسيل؟ شو دخل الغسيل بجيتي انا؟ بجيتي انا وهنا لعندك؟ خلصت انيت الغاز متغيرتها، يمكن جارنا انا ما عرفت تغيرها ركبها يعني لانيت الغاز عم تنفس، خايفه تعمل لها حريقه بالبيت، عم تعمل فسه. قولي هيك من الاول. هي بسيطه، المهم تنتبهي من الغاز لانه الغاز خطير كثير، اهم شيء انك تسكري الانينه مشان ما تعمل فس. يعني ما راح تجي تشوف لي اياها؟ بلا هلا بس تجي هنا بجي بركب لك اياها. لك شو دخلت هنا بتركيب انينه الغاز؟ ليش هي اللي بدها تركبها ولا انت؟ انا بس يعني... بس شو؟ صار عندك ولدين ما بتعرف تركبها؟ ليش تجرب؟ بعرف شلون ما بقى. انا اللي بعرف شلون ما بعرف. طارق ان شاء الله تعال ساعدني لكان. هلا بجي بس لخبي الاولاد جارتنا، هلا بخبي الاولاد وبجي لعندك. سبيني سبيني. طارق افتح
افتح يا دب، لك افتح قبل ما تغير رأيي يا طارق. ساعة لتفتح الباب يا دب. بتعرف تركب جرية الغاز؟ لا بابا. ليش؟ ما ليش، أنا رايح لعند أم محمود ركب له جرية الغاز. دير بالك على أخوك، اوعى تكسر شيء. ولا يهمك بابا، رح نقعد نتفرج على برامج الأطفال. وإذا أجت أمها خليها تلحقني فورا، إلا بابا عم يركب له الجرة لأم محمود لأنه عم تعمل فس. عيني يا عيني. تنطرف عينك إن شاء الله. ادعي لي بابا. الله معك. هم فوت. شلاح من رجلك. يلا يلا فوت. يلا لك افوت. يعني ما بتعرف جارنا انه انا عايشة لوحدي؟ بلا بعرف. لك من مين عم تاخد الاذن؟ عادي محمود عادي. افوت. وين الغاز؟ بوط النوم. لك تعم بمزح معك يو صدق. فوت. يلا تعم. يلا يلا يلا. هاي اللي عم تعمل فس. طيب ايش ركبتيها؟ يعني ما عندك بهبهاني مفتاح غاز؟ عندي. وينو؟ بوط النوم. لك تعم بمزح معك، حدا بيحط مفتاح بوط النوم؟ تقبر قلبي. خود هاي هي المفتاح، هاد خدو. أنا هيك ما بعرف اشتغل إذا في حدا فوق راسي. منين بدك تشتغل معك؟ ما حلولة. هاي الجلدة دايبة. ورجيني. ممكن تنتظري برا لحتى أعرف ركب الجلدة جديدة؟ ما بدي أجيب لك جلدة جديدة. في عندي؟ عندي. تذكر وين حاططها؟ وين حاططيها؟ لك سعدية مسعود، وين حاططيها؟ إيه بوط النوم. لا بتعهم بمزح معك، حدا بحط جلدة بقط النوم ليك بالدرج. بعتلك تروح عينك. خود تقبرني جلدة جديدة. رجعي هلا لورا مشان اعرف اشتغل. اشتغل مين ماسكة؟ هيك ما بعرف اشتغل، ممكن ترجعي لورا؟ ماشي. كمان شايفك ام محمود؟ كمان كمان. ايوه انت يعني علي ولا وقتك. خلصت انا، بقي بس لازم نجربها. شلون بيجربوها؟ هلا بتشوفي. لا تستعمل الكبريت اثناء تجريب الغاز، استعمل الرغوة فقط. هيك مشان إذا ما كنت هون وعملت فس مرة تانية تحطي هيك. يسلموا إيديك. رغوة و... شايفه ما في فس أبدا. ما أعدمك إلهي، تقبر قلبي. الله يعطيك العافية. فعلا البيت بلا رجال ما بيسوى شيء. خاطرك وين رايح؟ ما بتروح لتشرب فنجان قهوه؟ بيجي بيجي خلص، بيجي انا وهنا وبنشربها عن اذنك. لك نيال مرته عليش وادمي شو بيستحي؟ طارق طارق وانت بعتلك قتلك شو محظوظه؟ ايه؟ شو؟ لك شو؟ يا ارجيلي، شو على اساس برامج اطفال؟ مطولي المباراه لتخلص؟ هسه هلا بلشت. شو حضركن عشاء؟ حيلا بابا. لك شوط؟ انا بدي فلافي. منين بدي اجيب لك فلافي؟ لنا من عند البياع. ايه بابا ايه بابا، انا كمان جاي على بالي اكل فلافي. خلنا مشوار بالسياره ناكل فلافل وبنرجع منها. ماشي، قوموا البسوا صبابيتكم خلينا نتيسر. يلا ايه ناكل فلافل. ايه الله شو بحببكم بهاللعبه. لك شوط. لك شوط. الله لا يعطيك. ما قال لك ابوك لا تلعب بالسيارة؟ قلت لا تفسد لو ما بيعرف. عني
عن لورق عن مسيك. يلا بابا هيا اكلتوا فلافل، هلا بتفوتوا بتلبسوا بيجاماتكم فرشوا اسنانكم بتناموا. يلا صباح على خير بابا. وانت ولا ارجيلي ما بدك تقولي صباح على خير؟ انت استنى الماما ترجع. وشو بدك منها؟ بدي اقول لها شغله. شو هالشغله؟ شغله تصير بيني وبينها. لا صدقوا بابا، سليم ما بده يقول لها شيء للماما، بس بده يتفرج على المسلسل. ها دنقل ولا او اوام على فرشتك سعد وانت كبير دنقل. ها اي لا عاد تفسير على اخوك. تاخرت انا خانوم. تضربوا انتوا البرامج. أنا جميل شو أنت نايم هون؟ لا بس نسيت شوي. ناموا الأولاد؟ ناموا. عشيتهم؟ أما شو جمعية جميل بتاخذ العقل، ورجتنا على موديلات وفساتين ما في منها غير بالبوردة. يعني انبسطتي؟ كثير. إيه الله يبسطيك. حدا حكى معي؟ لا. وين رايحة؟ بدي غير تيابي. عادي عاوزك بحديث. بس غير تيابي جميل. هلا عادي عمل لك عاوزي. هاي قعدت. هنا انت بتعرفي قديش انا بحبك ما؟ هلا هذا هو الموضوع المهم اللي بدك تحكي فيه بعرفه. عادي هلا اسمعي للاخر. هاي قعدت. انا بيني وبينك في مشكله كبيره كثير. ها واذا ما لقينا لها حل بدها تكبر اكثر واكثر. خير جميل شو المشكله؟ عامل لك شي عملي؟ مو هذا قصدي، المشكله انه كل مانا عم نبعد عن بعض اكثر واكثر. كيف يعني؟ ما فهمت. يعني بصراحة حاسس كأنك ما عاد حبيتيني مثل أول. ومين قال لك هالحكي؟ ما حدا قال لي، أنا حاسس. إيه لا حبيبي مو صحيح، أنا لساتني بحبك وأكثر من أول. ارتحت؟ لا ما ارتحت. مو هيك اللي بحب التاني. اللي بحب التاني بدير باله عليه. مو طناش ما بيسأل عنه، لكن بيهتم فيه. حضرتك اليوم إجيتي كلمتين مع بعضنا مثل العالم والناس ما حكيناهم، وبعد الظهر إجت رفيقتك وأخذتك. وأكيد هلا بدك تفوتي تنامي. لك كأني ماني موجود انا، كأني لحالي. ايش بك جميل؟ رح تعملي من قصة المحشي قصة ورواية؟ بكره بخلك اياها. هلا هيك فهمتيها؟ عوجة. قطعت الكهرباء. كملت. شو هذا جميل؟ خير شو في؟ شو لابي؟ طقم. شو بدي البس يعني فستان؟ ايه بعرف انه طقم بس امبارح لبسته. واذا لبسته امبارح بلبسه اليوم شو فيها؟ فيها كثير، لازم كل يوم تلبس طقم جديد، ما بيصير موظفاتك يشوفوك كل يوم نفس الطقم، ما حلو بحقي، بعدين بيقولوا انه مرتك ما عم تهتم بلبسك. يلا حبيبي قوم غيره، ما حلو كرمال، يلا قوم. قوم. هلا مشي الحال. لا جميل ما مشي الحال، فوت غير طقمك واحلق دقنك. دقني ناعمه ما بدي احلقها. لا لازم لا، لازم كل يوم تحلق دقنك. بعدين حبيبي جميل انت لازم تكون جميل بعيون الناس، فريد رفيق عم رفقاتي شافتك شو بدهم يقولوا عني؟ انا ما بيهمني حدا من رفقاتك، انا ما بيهمني بهالدنيا غير انت وبس. جميل لا تعذبني، قوم تغير طعمك حليق. شو؟ دقنك وحط بارفان وتعال اشرب قهوه. مرئية اليوم؟ لا ما رح مرقها، مو امبارح قاعد عم تشكي وتبكي اني ما عم بهتم فيك، هي انا عم بهتم فيك، فوت غير طعمك. حاضر. حط بارفان. حاضر. احلق دقنك.
ما طوع الكهرباء. بس ما راح لقداني، الكهرباء مقطوعة وما بتص. راح مر لك يا هاليوم. يسلمن. لا تنسى تمر على بيت أمل. مين أمل؟ سكرتيرتك. وشو المناسبة؟ بدك تشق على أمها، ما خبرتك امبارح إنه أمها مريضة؟ وخذ لها معك بوكي ورد. ما في داعي، بكرة بتداوم وبسألها عن أمها. لا في داعي، مو أنت بتقول على أمل إنه كويس ومريحتك بالشغل؟ أشهد بالله من جهة مريحتني مريحتني. أحسن شي فيها أنها لطيفة ومزوقة وبتفهم علي قبل ما هبلت أمي. وهيك سكرتيرة لازم الواحد يضل مداريها ويقدرها مشان تضل مريحته بشغله، مزبوط؟ مزبوط. معنات اليوم بتروح لعنده بتستفقد أمها وبتشوف إذا لازمها مصاري بتعطيها. أنا واثقة أني رح تقدر لك هذا الشي وتخدمك بعيونها. بس هي ما عم تخدمني ببلاش، عم تخدمني وتاخد راتي. بس إذا قصدت تخربط لك كل أمورك بتخربطها. إيه إذا قصدت بتخربطها رسمي. معنات عمل اللي بقلك عليه. وما بتزعلي إذا رحت لعندها على البيت؟ وليش لا أزعل؟ أنا اليوم بدي أتغدى كوسة محشي. إيه تكرم عيونك. جيب لك شي معي؟ لا بدي سلامتك. خلص ظابط. خاطرك. الله معك. الله لا يحرمني إياك. سلامي. لك ظابط خلص. يلا. كوسة محشي. شو بحب الأكل؟ شوف شو رح صاب كوسة يلا. هلا ما عجبوني يقطعوا الكهرباء غير لما بدي اساوي كوسه محشي. شو بدي اعمل؟ ما بتمرق علي؟ كل الحق على مؤسسة الكهرباء. ما عجبوني يقطعوا الكهرباء غير لما بدي اطبخ محشي. أمل خلي درويش جيب لي قهوة. نسينا أمل مو هون. وين حاطط الملف؟ هلا ما لقيت غيب غير يوم اللي عندي اجتماع. وين بدي لاقي هلا؟ ما حدا أعطيها إجازة إذا بتطلع عيونها. وين بدك تكون حاططه؟ صباح الخير استاذ. يعني ما راح لاقيه. كلون يا استاذ. لا. تفضل اهوكك استاذ. حطه عندك. يلا تيسر. امرك استاذ. يا حبيبي ضيعنا المحبس كمان. هلا اذا اجى جميل وما لقى الكوسه المحشي راح يتضايق كثير. لحتى اجيتي ان شاء الله تجيك مجيه وتقرصك حيه بعد ما خموا الكوسيات. ايه دايا شو بعمل له؟ هذا يلي صار. الحقموا علي على مؤسسه الكهرباء اللي قطعت الكهرباء طول الليل. انا شو ذنبي؟ يلا رح اطبخ له حي الله اكلي بدالها. الجمعه الجاي بطبخ له كوسه محشي. بس والله حرام جميل كتير مشتهي وموعود ياكلوا اليوم. يلا خليها تبين معه. رح انزل اشتري كوسة واطبخ له المحشي اللي بيحبه. بلكي اذا قضى شهوته بشتري الخاتم اللي جاي على بالي. هي
هلا وردي جاي بتسهر ما هي زعلاني ولا شي. إذا وردي بتيجي بتسهر بترك السهرة وبمشي. ما يصير تروح رح روح، ما يصير تروح رح روح. إيه إجت وردي. صباح الخير. صباح الخير وردي. أنسة وردي. أنسة وردي، يعني حاجة بقول لك أنسة، إيه مالتلفة بيناتنا؟ نحن زملاء. أنا بحب التلفة. أنت بتحب الكلفة، طالما أنت بتحب الكلفة وأنا بدي أصير أحب الكلفة. صباح الخير يا أنسة وردي المحترمة. صباح الفل والياسمين والزنبق يا مدموزيل وردة الموقرة. خلاص خلاص بكفي استاذ سالم، شكرا بكفي. حاضر. مين حاطط هالبقى هون؟ مو انا. مين؟ مو انا. مين لك؟ هذا المراجع اللي كان هون امبارح، احتار كيف بده يشكرك، قام جاب لك هالوردات هدولي. نسيم؟ ايه نسيم. مزوق هالشب؟ شايفك انبسطتي ببقت الوردة اللي جاب لك اياها نسيم. وليش لحتى ما انبسط؟ حدا بينهدى هيك بقى وبيزعل؟ ايه انتي. انا؟ ايه انتي. امبارح هديتك وردة احلى من كل هدول الوردات وما قبلتيها. هديك شي وهدول شي تاني. شلون يعني؟ ولا لانه هي من نسيم؟ هدول بيعبروا عن ذوق صاحبهم ولطفه، اما هديك بتعبر عن قلة ذوق صاحبها وغلاصته. خلصتوا؟ شو هالغلط هاد؟ ما عليك كلمة حلوة بنور. نور؟ ما قلت لي، ليش ما استناني نسيم وقدم لي البقى بنفسه؟ نسيم خاف لتخجليه، حاكم هو حساس كتير وما بيحب الخجلة نسيم. فعلا، كان باين عليه حساس ومرهف المشاعر. أنا لازم أتشكره على هالبقى. وين بدك تشوفه؟ معاملته لسه ما خلصت، ولو مرقة لعنا. جمل شو قاعدة بزريبة؟ سامية عيني نسكوتي. تصفلوا انتو حري. قومي حبيبتي امي، استهدي بالرحمن وروحي لعن جوزك واعتذري منه. انا ما بدي اعتذر منه، انا لشو صاوي. طيب لا تعتذري، روحي صالحي بدون ما تعتذري منه. غنيه ويجي صالحي. برافو عليكي، لازم يجي هو صالحي ويعتذر منك كمان. لك شو هذا الباب يفوت جمل؟ ها سامية؟ ها سكتت. ما شفتوش الله وكيلك، ما شفت امبارح كان نفس الارض وما تحت المكتب، ما شفتي الا انت. بتعرفني يدي اصيله مو طويله. وين بده يكون راح يعني؟ في حدا غيرك بينظف المكتب؟ ما بعرف الا بجوز الانسه امل شافته قامت قامته. لا لا لو شافته كانت قالت لي. استاذ انت متاكد انه مضوقه هون بالمكتب؟ شو قصدك؟ مو قصدي استاذ، يعني بركي نسيانه بالبيت، حاطه على رف المغسله وانت عم تحلق دقنك. استاذ بصير انا بشلحه بالحمام للخادم استاذ وبنسى، بتقوم ما بتتذكرني. ها شو نبتي ما ذكرتني فيه؟ بجوز بجوز لا تأكد. ما في حدا بالبيت. صدقني استاذ لو كنت ملاقي لك انت اعطيتك يا شبدي فيه، انا ما بيلزمني استاذ. روح ساوي لي فنجان قهوه تاني استاذ. والله خايف عليك، صرت شربان ثلاث فنجان قهوه. انت بتعرف انه القهوه وكثره بيعمل اضطراب وانظمه. شو ها؟ قصدي اضطراب نظم بالقلب. وانت منين بتعرف هالشغله؟ مرتي الثانيه فتحيه بتشتغل لفاي عند الدكتور، هي اللي قالت لي هالكلام. ايه روح ساوي لي فنجان قهوه، لا تكتر حكي. حاضر. وين بدي يكون ضايع؟ حبيبي أحلين يكون ضايع بالطريق، ساعتها بتبهدل رسمي. أحسن شي
روح اشتري واحد بداله. بلكي طلعت نسيانه على رف المخشلة مثل ما قال. أكيد معناتها مرتي بدها تشك فيه وما عاد تصدقني. الله يستر، الله يستر. رب انا حظي شو معنا بالبيت حاكم زيارات اكثر. لك ايه احترق الجرس ما دام حطوا ايدهم عليه خلاص ما بيعودوا بيه. اهلين هنا، انت اللي رنيتي للجرس؟ ايه انا ام محمود، بس تاخرتي كثير. عندك حدا؟ لا ما عندي حدا، كنت بهداك الصوب. من اللي الحدا يا حصرتي؟ فوتي مسحي اجريكي بس تفضلي اشربي معي الفنجان القهوه هلا. ها قبل شوي شو كنت عم اقول؟ عم اقول لحالي الله يبعث لي حدا يشرب معي فنجان القهوه. ام محمود انا قاصدك بخدمه، القهوه عندي. تكرم عينك، انت بتأمري امر، شو بدك؟ بدي اياكي تساعديني بحفر الكوسه. من عيني هي قبل هي. روحي سبقيني على البيت، قصي راس الكوسه يا تغسليهم نطفيهم وجهزيهم، انا راح اغسل ايدي والبس باجري وبلحقك. ايه ماشي. عندك حفارة كوسة؟ ما عندي غير وحدة. معناتها بجيب حفارتي معي. عم انتظري سبقيني لاحقي. اجت الرزقة. بلا الطبخ اليوم. يعني لقيتها؟ شو ما اجي انا ما صدقت ولقيت تسلاي اتسلى فيها. لو سهلة تفضلي من هلا بيجيكي ثواني. شو هاد؟ خزيت العين من عيني. ها حلت علينا البركة يا ام محمود، اهلا وسهلا. ما شاء الله وكان اوامل. حقتي تقصي روسهم وتغسليهم، برافو. ونقعت لك الرزات كمان. شاطرة، بس ليش مستعجلة كل هالقد؟ لسا في قدامنا وقت منيح، بنشرب فنجان قهوة على رواق، بعدين بنحفر الكوسة ياك. ايه مثل ما بدك، بنشرب فنجان قهوة، بس شو رأيك تبلشي بحفر الكوسة على بين ما اخلص القهوة؟ لا اطمني، اطمني، لسا في قدامنا وقت منلحق. بنشرب فنجان قهوة، بنحكي لنا كلمتين، بعدين بنشتغل سوا. ايه، على راحتي، مثل ما بدك. تازة وزراف هالكوسايات، بس حفرهم بموت. عم تحكي معي؟ عم قول مزغرتيهم للكوسايات. ايه جميل بيحبهم. خلص ما عاد التقى المصنف. هالمكتب بلا امل ما بيسوى شيء. انت ما بتقول انه امل سكرتيرة كويسة ومريحتك بالشغل؟ معناتها بتروح اليوم لعندها بتستفيد امها وبتشوف اذا لازم هالمصاري بتعطيها. انا واثقة انها رح تقدر هالشي كتير وتصير تخدمك بعيونها. لا شو روح لعندها على البيت؟ ما حلوة لا بحقي ولا بحقها. بلكي شافنا حدا من الجيران يطلع علينا قصة. لا احسن شي اتصل فيها بالتليفون. كمان مو منيح هيك تقعد تفكرني عم بستغل مرض امها مشان احكي معها. انا ما بحب طق الحنك. لا ما بدي اتصل فيها، ما بدي. معناتها ما في غير حل واحد، بحكي مع محل الورد، ببعث لبوكي لامه باسمي. اخ يا ابو الافكار منيحه هي. ايه منيحه. ها.
الو ظراف البنات كتير. صحتين ام محمود. ام محمود خلصينا بقى من القهوه، خلينا نبلش بالكوسه. يلا حبيبتي. ها ريتا دايمة صحة وهنا. صحة وهنا. هاتي لي كاس المي. ايه بتأمري امر. تفضلي قربي لي الطاولة. حاضر تفضلي. هادي الكوسة. ايه حاضر تفضلي. قومي جيبي لي صحن صغير وحطي فيه شوية ملح. ليش؟ بدي لك كراس الكوساية مشان يذبل. حاكم هذا الكوسة نزه كتير. شوفي شلون طقي. طب شوي شوي ام محمود لا تستعجلي ما بطق. معلش جيبي لي شوية ملح. اوان انا ما بعرف احفر الكوسة بدون ما لبكو بالملح مشان يذبل تمه. حاضر ام محمود. كان عيوني. عجبتك يا عبد المعين لتعيني، لقيتك يا عبد المعين تنعم. عم تحاكيني؟ لا عم بحكي مع حالي ام محمود. هي من حال ام محمود، تفضلي. يسلموا ايديكي، يسلموا ايديكي، عذبتك انا ما هيك؟ لا ولو، نحن اللي عم نعذبك معنا ام محمود. لا يا هنا، عيب تحكي هالحكي، عيب، نحن جيران والجيران لبعضنا. الله يخليكي يا رب. ايه ها؟ الملح غير شكل، شوفي شوفي شلون هو دبلت. بعتلك قتلك شو صغيرة. شو هذا ام محمود؟ خير شوفي هاي الكوساية سميكة وبدها حفر كمان. هيك احسن اطيب. ايه بس جميل ما بحبها هيك، بحب قشرة رقيقة. انا هيك بعرف، بخاف إذا حفرت أكتر بخشب. إيه معلش أم محمود لا تعذبي حالك، أنا بحفر الكوسايات، فوتي أنت جاهزي التتبيلة، الرز منقوع واللحمة جنبه. التتبيلة شغلتها بسيطة، هلا بخمس دقايق منجهزها، بس أنت تجهش لي بقوم أنا براسي بتبل لك إياها. ما قلت لك لا ترقي كتير، هي مبخشيت. معقول كون هنا برات البيت لهلا؟ ام محمود رجع التليفون، ايديني مشغوله. على عيني الف طلب مثل هالطلب. الو معقول كون غلطت بنمره بيتنا؟ الو الو مين محمود؟ رد عليهم البلاطة، ما حدا رد. الو الو مرحبا، عفوا هون رقم 446-0316. قديش رقمكم؟ 446-316. ليش؟ مزبوط الرقم، مين بدك؟ مو هون بيت جميل الحمصي؟ جوزك من بيت مين؟ من بيت الحمصي، ليش؟ ايه مزبوط، مين بدك؟ مين حضرتك؟ أنا أم محمود سعدية مسعود. مين أم محمود؟ جارته للأستاذ جميل الحمصي. ممكن أحكي مع هنا؟ شو بدك منا؟ جوزها مو هون. لك أنا جوزها. أهلين جارنا، شو ما عرفت صوتي؟ وأنا ما عرفت صوتها. شلونك جارنا؟ شلون شغلك؟ من وين عم تحكي؟ عم بحكي من الشغل، ممكن تعطيني هنا بدي احكي معه. مو تكرم عينك؟ لحظة، جوزك بده ياكي. يلا جاي. تلي سمع على اذني ذكرتك. الو؟ اهلين جميل. مشتاقت لك. كنت بالسوق. عم اشتري شوية اغراض. يلا جميل ماني فاضيت لك، شو بدك؟ عم احفر كوسا. شو قلتي؟ عم تحفري كوسا؟ لا قصدي عم اطبخ الكوسا. الله يعطيك العافية، كنت خايف اليوم اجي على الغدا ما لاقي الكوسا المحشي مطبوخ. لا اطمن رح تيجي وتلاقيه مطبوخ. مع السلامة جميل. طولي بالك لسه ما خلصت كلامي. يلا جميل قلي شو بدك ماني فاضية. محبسك؟ لا ما شفته.
طيب ممكن تشوفي لي على رف المغسله مغسله بالحمام لكون شالحه هنيك ونسيان؟ جميل ماني فاضيه هلا. هلا اتركي كل شيء من ايدك ودوري لي عليه. قلت لك ماني فاضيه، بعدين ليش محمول كل الأد على المحبس؟ خلاص ضاع بيلتقى. وضل انا بدون محبس ليلتقى؟ ايه شو فيها؟ شو فيها؟ ايه شو فيها؟ لك شلون شو فيها؟ هذا المحبس رباط مقدس بيجمعني انا وانت، بتقولي شو فيها؟ يا جميل المحبس شغله رمزيه، بعدين بيجمعنا حبنا مو 4-5 جرامات ذهب. هذا رايك؟ طبعا. استوى البطيخ المحشي؟ عم بحفره. عم نحفره. ايه جميل قصدي عم بطبخه. ايه طوشني بشغله المحبس تبعك، ما خلتني اعرف احكي. يلا باي، ماني فاضيه لك هلا، باي. سكري السماعه. شو بده؟ قال بده يعني يترك من ايدي ويقوم دور له على المحبس الضايع. بس ضايع ليك ليك. شو هالمره هي؟ قال فكرتها راح تقيم الدنيا وتقعدها مشان المحبس، طلعت مو فارقه معها منوم. وهي الحشوه صارت جاهزه. ممتاز، وانا خلصت الحفر. هات يا حبيبتي تعال. لا تكوني ما بتعرفي تحشي محمود. لا يا هنا، انا ما بعرف بحشي، انا احسن وحده بحشي بهالبنايه وبكل الصايع. هات يا حبيبتي تعالي. تيلي يا نور قربيني. اوعي كناء. ليل العاشقين يا ليل، ليل العاشقين. شو مالتها؟ ايش بعرف انا فاضي هلا اتذكر. ليل العاشقين. شو هذا ام محمود؟ شوفي عم تحشي كثير. لا ما كثير عم بحشي. ايه بس هيك بيطلع المحشي مرزرز. اطيب، كل ما كانت الرزه واقفه كل ما بيطلع المحشي اطيب، بلا ما يطلع ملهليط. بس جوزي بحبه ملهليط. لا اذا جوزك بحبه ملهليط لازم تلهلطي له اياه لجوزك. يا كلام بالنور، افتحي اصابيعك اصابيعك. السلام عليكم. اهلا وسهلا. تفضلي. لك تسميني شو ادميه انت؟ الله يسلمك. تفضلي ولدي خانو. شكرا يسلم والدين. انت ياكل بتشربي مي؟ تفضلي. شكرا. لك احلى ولدي حوا انت. تفضلي. يسلمون. لك يسلم لي الشنبر تبع الكشنب تبعك انا. تفضلي تفضلي انسي وردي. شكرا. نادية اشربي هالقهوة وروقي. ليش شبها نادية؟ يا ستي ما بعرف، رح تجيب المرض لحالها. ليش بشو عم تفكر؟ هيدا يا ستي شاكة انه جوزها عم بيقابل وحدة غيرها. شايفة عادة الشك درجة كتير هالايام، كل النسوان عم تشك برجالها، شو القصة؟ ليش مين غيرها عم بشك بجوزه؟ الست منال مرت الاستاذ سالم اللي عندي بالمكتب. شو عم بتشك؟ يعني قصدي في شي بينك وبين الاستاذ سالم؟ فشل. انا لما بدي حب رجال بحب رجال يكون خرج، مثل ما بيقول المثل، إذا حبيت حب أمير، مشان إذا عيروك تستاهل التعيير. ما بحب واحد مثل هاد نص دكة. قلبي والله حكياتك عسل، يعني دخلوا على قلبي من جوا، فتحوا قلبي وفاتوا قعدوا. حضرتك برج الجوزاء ما هيك؟ والله والله بتستاهلي أمير. ميرسي. هلأ جوز الست نادية خرج الوحدة تعمل معه علاقة؟ يعني هو ما شبه شي، طويل أسمر يعني مهيوب. لكن شو اللي عاجبه بنادية؟ شو بعرفني؟ القلب ما يهوى. على قولة المثل كل قمحة مسوسة لها كيال أعور. إذا هيك ما حق تخاف عليه. لكن إذا قلنا بدي وقية لحمة ب75 وبدي ربطين معكرونة ب50 صاروا 70 ليرة قطرميز مية بندورة. قديش بصيروا؟ 5×5 7×5 12 7×19 195. ما بيمشي الحال، ما بيكفوا المصاري. أحسن شي غير الأكلة. شو بدي اطبخ له؟ شو بدي اطبخ له؟ شو رح تطبخ اليوم؟ انا جوزي بده يجيب معه كباب مشوي جاهز من السوق. ودي على حظي. وانتي سمار؟ انا عندي اكل من امبارح، بقياني شويه محشي، هلا بقلي شويه بطاطا وخلصنا. شو كل يوم بدي اطبخ لي طبخه؟ يعني ما استفدت منكم بشي. بشو معصلجه معك الحسابات؟
بدي طبخه تكفيني اليوم وبكره ب 150 ليره. ايه ما عاد في منها هالاكله، بطلت. بتعرفي اطبخي مجدره؟ امبارح غديتهم مجدره. شو كل يوم بدي غديهم مجدره؟ بعدين كيلو زيت صار حقه بلاوي، وجوزي بده ياكل اليوم لحمه. وين المجدره؟ وينها؟ عند الست ليلى على المرق. مرحبا ست ليلى. نعم، شو بتريد؟ ما عندنا مجدره. طولي بالك، ما بدنا مجدره هلا. شو بدك؟ بدي صعيد المدير بعت لك هدول المعاملات. خلص وصلوا. الله معك. وليش عم تنتوري فينا؟ اخي انت ما وصلت المعامله؟ ايه خلص كتر خيرك. لسه في لك شغل عنا شيء؟ لا. ايه الله معك. انا صعيد المدير بده المعاملات تكون جاهزه بعد ساعه عنده بالمكتب. ايه حاضر. استاذ سالم، صحيح مثل ما سمعنا؟ وشو سمعته؟ يلي عم بيقولوا. وشو عم يقولوا؟ ينقال قواله؟ قال بدك تتجوز على مرتك. عن جد؟ هيك عم بيقولوا. ومين اللي قال؟ ما بقدر اقول لك، لانه اللي حكت لي حلفتني 100 يمين انه ما احكي لحدا. طيب وما قالت لك شو اسم العروس؟ بلا، الانسه ورده اللي معك بالمكتب. عن جد؟ هيك عم بيقولوا. معناتها لروح خبر مامي. اسمع، لسه في خبر ثاني، مشان تروح تخبرها الخبرين سوا. ليش لسه في خبر ثاني غير الخبر الاولاني؟ عم بيقولوا ينقال قواله انك انت طلقت مرتك مشانها. مزبوط. مين اللي قال لك؟ صحيح انت ما بتحسني تقولي مين اللي قال لك، لانه اللي قال لك محلفك ما تقولي لحدا. لروح خبر امي بالخبرين. هاي ثالث مره بتسكر. ثالث السبات اكيد بده يطلقني، ما في مجال. منال، هالمعامله تاشيرتها من عند جوزي، اخذ له اياها انا ولا بتاخذي له اياها انت؟ طبعا خدي له اياها انت، ما احلاها وهي اخذت له اياها حتى يكبر راسه. ساميه، لا تصبي على الزيت نار. لا بدي صب لا نار ولا فار، تصطفلي منك الها حراق. منال، قومي خدي هالمعامله وروحي لعند جوزي، وانا واثقه ان الامور رح ترجع بيناتكم طبيعيه، وبجوز لما يشوفك بمكتبه يحس بغلط ويعتذر لك. معقوله؟ ليش مو معقوله؟ كل شيء معقول. بعدين حتى إذا ما اعتذر لي فأكيد روحتك لعنده ورح تحل الأمور بيناتكم. بس ما عمني مروح لعنده. خير؟ شوفي دخيلك انسه ورده، دخيلك لحقيني، خرست ايدي بالخراسه والدم عم يسرح ويمرح فشر لك الدم. الله يسرحك، ما تنتبه. دم بلش بدوخ انا، بس نشوف الدم بدوخ. ما في شيء، عم دوخ انا لحقيني. هاي محرمه بتكبسها منيح بنقطع الدم. لحقيني رازق.